شو اسمك؟ علي محمد. قد ايه عمرك انت؟ عمري 3 سنين. عمرك قد ايه؟ 3؟ شو بدك تعمل لما تصير كبيرة؟ بابا بس على طب اجا بيحملني وجيب لي ثياب وجيب لي بسكليت. بدك يحملك ويجيب لك ثياب وبسكليت؟ قد ايه بتحبي للبابا؟ أكتر؟ مين تحبي أكتر، ماما ولا بابا؟ بابا. ليه؟ ماما بتعذب؟ لكان أنت بتعذبيها شوي؟ شو بيقول لك البابا؟ شو بيغني لك؟ بيغني لك أغاني؟ شو بيغني لك؟ إيه؟ يا ليلى ويا ليلى. يا ليلى ويا ليلى؟ تعرفيها؟ يا ليلي يا ليلى. شو؟ شو؟ شو بتقول بعدين؟ مش قالت يما وتعالوا لي ليلى صغيره في قلبي يما حب تطير وطيري لفوق حبه يسوع جناحي قولي تراني مخلوق من الطعني مسماحي وماما احلى وماما احلى احلى تعي كزريني خديني مشوار روحي معي فاجيني وين وش بسلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق. من هالقلب الطاهر كملنا المهمة بأمل كبير ونجاح مهمتنا صار واجب. كيفك؟ شو أخبارك؟ يعطيك العافية. تمام؟ كيف الصحة؟ احنا عم نفتش كنا عليك صراحة برنامج اسمه ترك علينا بشهر رمضان مبارك مع شاشة لايف تي في ومعي انا محمد قيس. حبينا نجي لعندك لحتى نحكي اكثر معك. تفضل. على الواقف يلا اوكي نقعد وين بدك؟ يلا اوكي خبريني شو صار بالضبط. كان عم يشتغل بشركة بيروت والله ما بعرف شو اسمه. مش مهم اسمه. بالشركة. كان عم يشتغل فيها عارف بس عادي على الهنجار هو بيشتغل بالعالي. ما لحق طلع اشتغل شوي الا كان ويا من خوفه لا بده يوقع خاف على ظهره وخاف على راسه وخاف على شيء قام نزل على اجره. شو صار؟ كسروا اجره التنتين وايده وانفه وانقطش لسانه. يعني لسانه يده كان معلق على هالقد لسانه؟ يعني نزل هيك عرفت كيف؟ على الخوف. كيف تلقيت الخبر انت؟ اكيد صعيقة. من قد ايه؟ برمضان. رمضان الماضي؟ قبل رمضان. يعني ما يدوب صار لسنة الخبرية؟ لا هلا لسنتين يمكن اشرف ما هيك سنتين برمضان يعني رمضان ما هيدا اللي مضي قبله. مين خبر؟